أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نبض الاقتصاد. بكلفة تصل إلى 17 مليار ريال قطري، وبمساحة تقدر بمليون وثلاثمائة ألف متر مربع، وبجدول زمني حتى ديسمبر من العام 2021، سترى النور المرحلة الأولى من جزيرة قطيفان الشمالية، الجزيرة الترفيهية والسياحية الواقعة في مدينة لوسيل. جزيرة تتميز بحديقة للألعاب المائية هي الأكثر حداثة في المنطقة، وتضم أيضا مجموعة كبيرة من الفنادق الفخمة. مرحبا ومسهلا، حياكم الله. حياكم الله جزيرتنا بشرف. الحمد لله، شلون صحتك؟ شكرا على تلبية دعوة التلفزيون. بالعكس، نورتونا ان شاء الله، وان شاء الله بنرويكم شيء جميل يسر الخاطر بالتحديد. الله يخليك، شكرا جزيلا. حياكم. سوينا المدخل الرئيسي مال الجزيرة بيكون من يسارنا، اللي هو بتكملة الجسر اللي نازل. توصلون هنا على تقاطع، التقاطع هذا بيكون الموزع الرئيسي للجزيرة. على يمينها المسجد، وعلى يسارها المنطقة التجارية اللي هي قلب المدينة. بدينا الحين في مشاريع البنية التحتية الرئيسية في المشروع، ومن ضمنها محطة الكهرباء اللي تشوفها هنا على اليسار الحين. هذه المحطة، محطة الكهرباء الرئيسية اللي بتوزع على المشروع. طبعا الشوارع مثل ما انت شايف مكانها موجود، ولكن البنية التحتية في الحفر هذه للحين قاعدين شغالين عليها. واول مشروع عندنا بيكون اللي هو نادي الشاطئ، متجهين احنا عليه اليوم. الجدول الزمني للانتهاء من المشروع مجدول على ان يكون يوم في شهر ديسمبر من العام 2021 في توقيته. نعم إن شاء الله، بالنسبة حق المشاريع كلها بتكون جاهزة إن شاء الله قبل نهاية 2021، بس بيبقى موضوع تشغيل الفنادق والمحلات التجارية، وهذا راح نتوقع أنه في خلال الربع الأول 2022 يكون كل شيء شغال. يعني من ناحية المشاريع بتكون خالصة وجاهزة، ولكن من ناحية التشغيل بتاخذ وقت. يعني كنا في أكثر من جولة خلال الأسبوع الماضي ونحن نرتب لهذا اللقاء، لاحظنا أنه العمل جاري في المشروع على مدار الساعة. يعني هذا أيضا يسرع من عملية الإنجاز. هدفتم إلى أنه يكون في أنه جميع الشركات تعمل في خلال 24 ساعة. صحيح، احنا توفقنا أول شيء في اختيار المقاولين الرئيسيين اللي شغالين على المناطق الرئيسية في المشروع، والمشروع شغال على حسب ما أنت قلت 24 ساعة في اليوم على شفتين، كل شفت 12 ساعة، والحمد لله الإنجازات تكلم عن نفسها. يعني احنا بنقارن الجدول الزمني بالإنجاز على وجه على في الموقع متساوين، إذا مش احنا الإنجاز سابق الجدول الزمني بأشياء بسيطة، فالحمد لله احنا يعني مرتاحين من الوضع اللي الشغل قائم عليه. السؤال المطروح اليوم سعادة الشيخ، الكورونا كيف أثرت في سير أعمال المشروع؟ الحمد لله ان الشباب اللي معانا كلهم ماخذين الاحترازات من اول يوم، يعني ما اخذناها باهمال في البدايه، وما صارت عندنا الا يمكن عند مقاول واحد يعني 10 حالات كورونا طلعت عنده في المكتب، وتم احتوائها واغلاق المكتب في فترتها. اما باقي المشروع، باقي المقاولين الحمد لله ما تاثروا في، يعني ما تاثروا بالمرض ولا تاثرنا كشغل في المشروع. وطبعا جميع الاجراءات الاحترازيه موجوده في الموقع. نعم صحيح. إذن سعد الشيخ،
نستطيع قوله بأنه أول مبنى اليوم جاهز في جزيرة اقطفان الشمالية. أول مبنى راح يجهز إن شاء الله. إحنا هذا المبنى اشتغلنا عليه راح يكون مثل ما قلت لك أنا المكاتب الرئيسية ومكاتب البيع، وفي نفس الوقت نادي شاطي لاستقبال الزوار خلال فترة إنجاز المشروع. هو المبنى الأول اللي إداري وتسويقي في نفس الوقت. لا، إداري تسويقي وترفيهي. عندنا إحنا عندنا الشاطئ هذا راح يكون مشغل عن طريق المشغل اللي عندنا اللي هو شركة ريكسوس، وفي نفس الوقت راح تكون الأنشطة البحرية موجودة هنا قبلها للزوار وبعدها للسكان إن شاء الله. ما هي أهم المرافق التي يحتويها هذا المبنى؟ المبنى هذا طبعا مثل ما شرحت لك أنا الدور اللي فوق إحنا فيه الحين هذه المكاتب الإدارية. في الدور الأرضي راح يكون في مكتب للتسويق اللي هو للبيع الأراضي للمستثمرين، وفي نفس الوقت مطعم ومقاهي وبركة السباحة والشاطئ إن شاء الله. لو نشوف المشهد من خارج المبنى وتشرح لنا سعادتك عن احنا نبدأ هنا المنطقة هذه هي منطقة المرحلة الأولى. نعم. اللي هي الفيلا اللي تم بيعها السنة اللي فاتت. هذه منطقة الفلل. نعم. بعد الفلل هذه عندك تدخل على القناة المائية، ومن القناة المائية على المدينة المائية. الفلل التي تم بيعها خلال العام الماضي كما ذكرت، وحتى خلال هذا العام سنأتي إلى تفاصيلها، لكن نبدأ بالفلل التي تم الانتهاء منها وبيعها اليوم. أين وصلت مراحل الإنجاز فيها، أو ما هي شروط الاقطفان على من يمتلك هذه الأراضي؟ احنا بالنسبه للاراضي هذه بعناها مع اخطارهم بان التسليم بيكون في سنه 2022 بعد ما ننجز البنيه التحتيه للمدينه كامله. راح يتم تقسيم الاراضي اللي موجوده هنا وتسليمها للملاك الجدد، واستثمارها بعد ما يستلم قطعه الارض راح يكون عنده فتره انه يبني الفيلا ويسكنها ان شاء الله. كم عدد الفيلا الموجوده اللي تم بيعها المرحله الاولى؟ 56. 56. نعم. كان لكم مؤتمرا صحفيا خلال الأسابيع الماضية تحدثتم فيها عن أو طرحتم فيه أيضا المرحلة الثانية من جزر اقطفان. كيف كان الإقبال في ظل انخفاض دعنا نقول الطلب إلى حد كبير على بعض الوحدات العقارية؟ لا أتحدث عن فيلل، وإنما أتحدث عن انخفاض كلي كان شاهدناه خلال العام 2020 للقطاع العقاري بشكل عام. لا، احنا الحمد لله احنا توفقنا اول شيء في بيع الفيلا المرحلة الاولى بالكامل في فترة كانت قياسية، والحمد لله حتى فريق التسويق عندنا اخذ جائزة من جوائز التسويق على الابتكار، لان احنا طلعنا بفكرة جديدة اللي هي مش بس مزاد على السعر ولا هو طرح بيع طبيعي، كانت في فكرة اللي هو المزاد على الدفعة الاولى اللي قدمناها في المرحلة الاولى، ومشت الحمد لله والكل كان فرحان بالاجراءات اللي صارت. فبنطبق احنا نفس الفكره هذه على المرحله الثانيه. بدل المرحله الثانيه راح تكون مزاد على الدفعه الاولى وليس على القيمه الاجماليه، فالمستثمر ما راح يرتفع عليه السعر، وفي نفس الوقت بتكون الفرصه مفتوحه امام الجميع انه يقدر يشتري. بالنسبه حق الاقبال، لا الاقبال عندنا عالي من يوم ما طرحنا المرحله الاولى. ناس كثير زعلت لانها ما عرفت عن المشروع هذا، فاحنا حرصنا المره هذه ان نسوي التغطيه الاعلاميه ونسوي المؤتمرات الصحفيه ونقدم كل اللي نقدر نقدمه او نسوي كل اللي نقدر نسويه مع تعريف جميع الناس فيها. احنا عندنا فوق 350 طلب على ال 51 قطعه اللي موجوده، ونسبه التاكيد كانت 98%. اي واحد اتصلنا فيه 98% من الناس اللي كانوا مسجلين رغباتهم تقدموا للدخول في البرنامج هذا. حسب يعني استطلاع لاجريناه سابقا عن القطاع العقاري أيهما أكثر تفضيلا لدى المستثمرين القطريين، تفيد المعلومات بأنه على الواجهات البحرية، الأراضي على الواجهات البحرية هي الأكثر مبيعا في قطر، خاصة لمطورين عقاريين ومستثمرين من قطريين. صحيح؟ صحيح. لندرتها يعني مش الأراضي مش متوفرة بكميات كبيرة، هذه نقطة رقم واحد. وبعدين احنا بالنسبة لنا احنا درسنا السوق ودرسنا الأحجام اللي يشوفونها ويبونها المستثمرين القطريين، يعني ما رحنا للأحجام الكبيرة ولا رحنا للأحجام الصغيرة، درسنا السوق بالضبط وجبنا الأحجام
اللي اكتشفناها ان بين 750 متر و 1500 متر هي الاحجام اللي يطلبونها قطريين، فوفرنا لهم قد ما نقدر المتطلبات. اليوم خطيفان كم مرحلة ستشمل؟ إذا هل هناك مرحلة ثالثة لبيع أراضي أم اكتفيتم في المرحلة الأولى والثانية؟ لا طبعاً، إحنا كقطيفان شغالين على تطوير الجزيرة بشكل عام. إحنا في مراحل البيع اللي أنت تتكلم عنها، إحنا بعنا مرحلة الأولى اللي هي الفلل فقط، ونزلنا بعض الأبراج والعماير السكنية كقطع أراضي. المرحلة الثانية هي الفلل، لكن حصلنا إقبال وطلب شديد على الشقق والوحدات السكنية. فشغالين على دراسة بعض الأفكار الجديدة. إحنا ما راح نقدم مشروع بسيط طبيعي، راح يكون في شيء جديد إن شاء الله يعجب الجمهور، وراح نعلن عنه إن شاء الله في حفل البيع أو في معرض البيع إن شاء الله. اليوم سعادة الشيخ، إذا ما تحدثنا عن حجم هذا المشروع قياساً بمشاريع أخرى، مشروع ضخم، مشروع حتى ككلفة مالية، نتحدث عن 17 مليار ريال قطري. اليوم المشروع قبل تأسيسه رسم له مستقبل بأن يعني يراد له بأن يكون أيقونة سياحية تخدم اقتصاد دولة قطر من جهة، وتخدم ويكون رافد أيضاً للقطاع السياحي. حدثني عن تفاصيل جزيرة قطيفان الشمالية. جزيرة قطيفان أول ما بدأت بفكرة المدينة المائية، ومن المدينة المائية بدينا باقي أقسام الجزيرة. فبدينا بالمدينة المائية اللي تشوفها هنا على يسارك، ومن وراء المدينة المائية مكمل لها دائما يكون فيه العنصر السكني، فبنينا الفندق. وبعدين فكرنا بباقي أجزاء الجزيرة، درسنا السوق المحلي، درسنا المشاريع قريبة من عندنا مثل مشروع لوسيل وجزر قطيفان الجنوبية، درسنا متطلبات البلد بشكل عام، وعلى أساس جينا بالتشكيل أو بالخلطة اللي موجودة في جزيرة قطيفان، اللي من ضمنها الفلل السكنية اللي هي على البحر، مثل ما أنت قلت الإقبال كان عليها كبير. بدينا في مشروع كورنيش، راح يكون عندنا مجموعة سلسلة من الأبراج اللي هي مواجهة جنوب، وفي نفس الوقت ممشى وكورنيش قدامها ومحلات تجارية. وبعدين فكرنا بفكرة اللي هي المدينة التجارية اللي راح تكون موجودة في النص، اللي هي بتكون على طرفين النهر. احنا مسوين نهر طبيعي راح يشق الجزيرة، فعلى طرفين النهر راح يكون في مرافق تجارية، وراح تكون في نفس المهرجانات او الحفلات اليومية اللي راح تحيي الجزيرة هذه. يعني انت عندك ضيف ما في داعي تدخل المدينة المائية او تروح تحضر، فهذا ممكن تيجي تطلب تقعد في اي مطعم هنا موجود وتستمتع بالأنشطة اللي راح تكون موجودة. وبعدها درسنا حاجة المستثمرين أو حاجة السكان، لما يجي واحد يسكن هنا في الجزيرة إيش الأشياء والمرافق اللي يحتاجها. مدرسة، فحددنا لها أرض مدرسة راح تكون من أحلى المدارس الموجودة في الدوحة، مطلع على حديقة، مطلع على نهر. من دراسات عالمية كانت أن نفسيات الطلاب تختلف لما يكون المنظر في المدرسة جميل، غير أنه يكون المنظر كأنه في سور في السجن موجود. عندك كجامع رئيسي راح نبني على مدخل الجزيرة إن شاء الله جامع 9000-3000 شخص. وعندنا مركز طبي، المركز الطبي هذا راح يخدم احتياجات السكان في نفس الوقت، راح يكون فيها غرفة طوارئ بالإضافة إلى العيادات المتخصصة اللي يحتاجونها السكان. فأي واحد يجي يسكن في الجزيرة هذه ما يحتاج يطلع إلا لسببين. السبب الأول إذا عنده وظيفة رايح المكتب يداوم، أو إذا طالب في الجامعة ويدرس في جامعة، لأنه ما عندنا جامعة موجودة في الوقت الحالي. طبعاً الحين ممكن يكون جامعات تنشأ في أي مباني، ففي المستقبل الله أعلم، لكن في الوقت الحالي طالب الجامعة والموظف. نعم. بما أنه نحن نطل الآن على المدينة، مدينة الألعاب المائية، والتي
تعتبر معلم من أهم المعالم في جزيرة قطيفان الشمالية، وهي لربما أيضا تتميز على مستوى الشرق الأوسط. حدثني عن هذا الموقع وعن المدينة المائية. بالنسبة للمنظر اللي أنت تشوفه الحين، اللي هي المحلات التجارية هذه اللي على جنبين النهر، من وراها المباني الحديدية هذه اللي تشوفها والبرج الأيقوني اللي هناك، هذه من مشاريع المدينة المائية. طبعا البرج الأيقوني هذاك راح يكون ارتفاعه 88 متر، وراح يحتوي على تقريبا 18 لعبة مختلفة، يعني مش شرط انها تكون 18 من فوق لتحت، لكن ممكن في بعض الألعاب راح توقف في النص، في بعض الألعاب راح تنزل تحت. وهي اساس الفكرة، يعني احنا اساس فكرة المدينة المائية اللي هو اكتشاف البترول والغاز في الدوحة، واغلب الألعاب او اذا مش كل الألعاب عندنا مبنية على اساس آبار نفط. فالهيكل الرئيسي راح يكون على شكل بير النفط ومحيط به الألعاب. خلينا ننتقل الى سنعود الى المدينه المائيه، قبلها نشوف مدخل الجزيره من الجهه الاخرى، وايضا هناك معالم اخرى، لانه الجزيره ماذا بالنسبه لمداخلها؟ في بعض المشاريع كاللؤلؤ وقطر مثلا، مدخل واحد للجزيره باكملها ومخرج واحد ايضا. قطيفان نفس الامر، احنا عندنا مدخلين للجزيره هذه، عندنا الجسر. طبعا الجسر هذا هو الحين معلم من معالم السياحه القطريه، تحصل ناس واجد من هالقطر يجون يوقفون عند الجسر هذا في الليل على اساس الاضاءه. وعندنا الجسر الثاني اللي يوصلنا بالجزيره، جزر الطيفان الجنوبيه. ففي مدخلين، في حال صار في مشكله في مدخل ممكن استخدام المدخل الثاني. بالاضافه الى هذا عندنا مواقف للتاكسي المائي راح تكون متوفره عندنا، فممكن واحد بعد يستخدم التكاسي المائيه للتنقل من والى الجزيره. هذا الموقع الخاص بالنادي نادي الشاطئ حده، اللي هو الشاطئ هذا الى السور الاسود اللي تشوفه انت هناك ورا. من ورا السور الى ما توصل للجسر، هذه ابراج سكنيه اللي هي المرحله. حتى المنطقه، لاحظ سعاده الشيخ، المنطقه المحيطه بقطيفان الشماليه، لاحظ الحياه البحريه، الموقع مميز حتى من ناحيه نقاوة المياه، الرمال. والله شوف، للأمانة شركة الديار لما بنوا الجزيرة هذه كانوا دارسين التيارات المائية ودارسين الوضع، فإحنا توفقنا في الموقع هذا. من ناحية لو تذكر تكلمنا عن موضوع النهر، النهر هذا كانت بركة في البداية في وسط الجزيرة، لكن لما درسنا التيارات المائية اكتشفنا أن التنظيف يصير كل 5 أيام طبيعي من التيارات البحرية، فقررنا نفتح النهر من الجهتين. نفس الشيء بالنسبه للشواطئ، احنا الشواطئ هذه جاهزه صار لها سنين الحين، وما صار فيها اي تاكل للرمال ولا جرف من التيارات، والماي ما شاء الله مثل ما انت تشوف الماي صافي في المنطقه هذه، فالحمد لله متوفقين احنا في. وحتى المستثمرين يعني من ناحيه طبيعه الارض اللي موجود عليها الجزيرة مش طبيعة رخوة، فحتى اللي يبني ما في داعي إن يستثمر أو يتكلف الكثير في البنية التحتية للمباني. كيف جاءت الفكرة اليوم لتأسيس هذا المشروع؟ كيف بدأتم؟ أولاً من هي قطيفان للمشاريع؟ مثل ما قلت لك، إحنا أول ما بدأت فكرة شركة قطيفان كانت على فكرة بناء المدينة المائية، لأن إحنا في قطر دولة شبه جزيرة، 80% محاطة بالمياه، ولا عندنا اللي هي الأنشطة البحرية أو المرافق الترفيهية البحرية الكافية اللي تعكس طبيعة بلدنا أصلاً. فبدت بالمدينة المائية، تم تسكينها في جزيرة قطيفان الشمالية، وبعد ما سكناها درسنا متطلبات المناطق المحيطة فينا وبنفس الوقت متطلبات الدولة ومتطلبات المستثمر أو الساكن اللي راح يجي يسكن في الجزيرة، وعلى أساسها طورنا القطاع العقاري اللي يحيط بالمدينة المائية.
طبعا نجي من الجهه هذه من نادي الشاطئ، تبين لك اوضح اللي تكلمنا عنه اللي هم مداخل الجزيره. انت عندك للجزيره هنا مدخلين، مدخل من الجسر الرئيسي من مدينه لوسيل، وعندنا الجسر الثاني اللي هو شابكنا مع جزيره قطيفان الجنوبيه. فراح يكون لك الخيار تختار اما المدخل الاول او المدخل الثاني. حسب العين، بالعين المجردة تستطيع قول إنه المشروع ملاصق للأبراج كتارة. هل من قنوات مائية تصل لهذه الضفة بالضفة الخاصة بإحنا جزيرتنا واحدة من أربع جزر قطيفان اللي موجودة. عندك جزر قطيفان الجنوبية اللي هي تحدنا من الجهة الجنوبية، طبعا غير المنظر اللي راح يكون موجود عندك اللي يطل على منطقة المارينا في لوسيل، بالإضافة إلى اللؤلؤ والوست بي من وراء. اليوم سعد الشيخ هناك سؤال مهم عن كيف تتم عمليات تسويق هذا المشروع الضخم في ضوء ظروف يعيشها القطاع العقاري العالمي والقطاع العقاري ايضا في قطر. هناك فرص استفادت منها العديد من الشركات العقارية، انظر الى النتائج المالية خلال 9 شهور من العام الحالي كيف كانت ممتازة لي العديد من الشركات العقارية، بروة العقارية، المتحدة للتنمية، شركة مزايا، أزدان. اليوم القطاع العقاري هناك فرص كبيرة فيه، هل وضع هذا في الاعتبار باعتبار أن المشروع سبق تأسيسه من سنوات عديدة، فبالتالي الكلفة كانت لربما أعلى؟ كيف ستتعاملون اليوم مع موضوع تسويق الأسعار بالنسبة للمستثمرين في ضوء الظروف التي نعيشها من كورونا وتحدياته وأيضا انخفاض القطاع العقاري؟ بالنسبة للقطاع العقاري في فرص مختلفة في القطاع العقاري، يعني انت عندك موضوع الفلل اللي احنا طارحينها، هذه فرص نادرة في اشياء مش متوفرة في السوق المحلي في الوقت الحالي. بالنسبة لنا احنا دخلنا في مدخل مختلف لفكرة التطوير العقاري، اللي منها بناء المستقطب او الجزء المستقطب للسياح للسكان في الجزيرة قبل بيع الاراضي. فاحنا اشتغلنا على مرحلة تأسيس اللي هي المدينة المائية والمرافق السياحية اللي راح تستقطب الزوار. فلما يجي أي مستثمر يبني ولا يستثمر في جزيرة قطيفان، هو على ثقة أن أي ساكن أو أي شخص راح يبيع له المشروع راح يجي على منطقة مخدم عليها أو منطقة مخدومة، فراح تكون متوفر فيها السوبر ماركت، راح يكون متوفر فيها المحلات التجارية، المطاعم، المرافق السياحية. فلما يجي الواحد يشتري شقة من أول يوم يسكن فيها راح يقدر ينزل يمشي يخلص احتياجاته اليومية اللي موجودة فيه. على مستوى تجاري ستلعبون دور مهم جدا، لأنه ليس فقط موضوع سكني، يعني هو لا يقدم فقط وحدات سكنية وإنما أيضا يقدم مساحات مكتبية ومساحات تجارية. حدثني عن هذا الجانب، وأنه اليوم قطيفان تؤسس لمولات بنوعية معينة من الماركات العالمية، ما هو مخططكم في الجانب التجاري اليوم؟ طبعاً إحنا الجانب التجاري مش مركزين عليه كثر ما إحنا مركزين على الجانب الترفيهي أكثر. راح يكون عندنا مرافق تجارية وراح يكون عندنا محال تجارية تخدم الزوار وتخدم السكان اللي موجودين في الجزيرة. وبالنسبة حق المساحات المكتبية احنا مخلينها اختياريه للمطورين، اذا المطور كان في بعض المناطق عندنا موجوده وخاصه الواجهه البحريه، احنا معطين الحريه للمطور انه يبني في الادوار العلويه، يبني مكاتب او يبني مرافق سكنيه، الخيار له على حسب احتياج السوق ودراسته، ما نلزمه بشيء معين. اما بالنسبه حق المرافق السكنيه فاحنا حاولنا نوفر لهم كل الخدمات والتسهيلات اللي تخلي الواحد لما يجي يسكن في جزيره قطيفان الشماليه يسكن بريحية ويسكن واحتياجاته كلها متوفرة عنده. طبعاً مشاهدي الكرام، هذه الجزيرة ستحتوي على فنادق عالمية، فنادق فخمة جداً. بعد الفاصل سنتعرف عليها، ابقوا معنا. شركة قطيفان للمشاريع هي شركة للتطوير العقاري
وذات مسؤولية محدودة. تأسست في أكتوبر من العام 2017 وهي مملوكة بالكامل من قبل كتارا للضيافة، والتي تعد شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها قطر. يتمثل الهدف الأول لشركة قطيفان هو في بناء مدن وبنية تحتية مستدامة وذكية، وذلك لدعم الرؤية الاقتصادية طويلة المدى لدولة قطر. المشروع الأول لشركة قطيفان هو جزيرة قطيفان الشمالية. خلصنا نادي الشاطئ، وطبعا تكلمنا عن المداخل وعن المرحلة الأولى. إن شاء الله الحين بنروح الفندق، ومن الفندق بتقدر تشوف التطورات اللي صايرة في المدينة المائية بالإضافة إلى فلل المرحلة الثانية، وعلى الطريق برويك باقي تقاسيم المشروع إن شاء الله. طلعنا من نادي الشاطئ، يعني مثل ما قلت لك المرافق التجارية أو المحلات التجارية، وفي النص بينها النهر. يعني مرافق هاي المحلات التجارية بانينها على يمين وعلى يسار النهر. النهر في أي فعاليات حيكون؟ مثلاً تاكسي مائي أو مخطط؟ تاكسي مائي موجود، ولكن في نفس الوقت إحنا عندنا نفس الاحتفالية أو المهرجان راح يكون يومي، نفس الديزني باريد ونفس اللي هي البريدز اللي تصير يوميا. هذه هدفها شيئين. هدفها أول شيء أن نأسس للجزيرة
مادة تستقطب فيها السياح، وفي نفس الوقت تشتغل هذه المهرجانات في الفترة اللي هي بعد إغلاق المدينة المائية، فتخفف الزحمة على الشوارع وعلى الناس اللي طالعة، لأن أغلب نص الناس إحنا متوقعين بيروح يشوف المهرجان هذا، والنص راح يطلع يروح بيته. فأنت كذا خففت من ناحية الزحمة ومن ناحية الخروج. دائما المشاكل في المرافق السياحية أو كانت في الملاعب أو كان في غيرها، دائما المشكلة مش في الدخول، لأن الدخول الناس تجي على مراحل متقطعين، لكن لما يتسكر المحل الكل يطلع في نفس الوقت فتسبب زحمة. فهذه كانت أساس فكرتها، واخترنا أنه يكون الفكر مثل ما قلت لك المهرجان اللي راح يصير في النهار. اليوم أكثر من شركة كما تابعنا تعمل في المشروع، حدثني عن الأعمال الإنشائية والشركات التي تقوم، شركائكم على مستوى تنفيذ المشروع. طبعاً إحنا بدينا كشركة طيفان في 2018، وركزنا أن نخلص التصاميم كلها، فكان شريكنا في التصاميم شركة اسمها أتكنز، وهي من أكبر الشركات العالمية في التصميم والهندسة. وبعد ما خلصنا التصاميم طرحنا كذا دعوة للمقاولين بشكل عام لتقديم اهتمامهم، مثل ما احنا مسويين في موضوع الفلل في البيع، قدم اهتمام أو الرغبة. فقدموا لنا تقريبا 50 شركة من الشركات الكبيرة اللي كان لهم رغبة في المساهمة في المشروع هذا. أول ما بدينا كان الاختيار صعب شوي، لأن ما كنا معروفين ولا كانوا الناس يعرفون منك طيفان ولا المقاولين، ولكن الحمد لله بعد ما رسينا أول مشروع كسبنا ثقة المقاولين وزادت كمية المقاولين اللي دخلوا عندنا بشكل كبير. فبعدها تم اختيار المقاولين على حسب الخبرات السابقة وعلى حسب كفاءتهم في إنجاز المشاريع. توفقنا الحمد لله بخمس مقاولين موجودين حاليا في الموقع، وكلهم أكفاء وينجزون يعني ينجزون إنجازات مفرحة بالنسبة لنا إحنا للوقت الضيق. إحنا معطينهم سنة ونص أو سنتين لإنجاز المشاريع هذا، والحمد لله إلى الحين على حسب الجدول الزمني ماشيين بالطريق الصحيح إن شاء الله. بعد بالنسبة للشركاء من على مستوى المؤسسات، لديكم شركاء ومهمين، تحدث اليوم عن شركاء في العلامات التجارية الخاصة بالفنادق، تشغيل الفنادق، لديكم أيضا شركاء وتنظيم يعني صلات مع المجلس الوطني للسياحة، لأنه هذه الجزيرة ستكون على تماس كبير جدا مع تفاصيل السياحة في قطر وترويج أيضا للسياحة. صحيح، احنا عندنا شراكات مختلفة، تكلمنا عن قسم المقاولين، ولكن في من أكبر من أهم الشراكات اللي موجودة معنا اللي هي مع شركة ريكسوس. ريكسوس من أحد المشغلين العالميين للفنادق، بدأوا في تركيا، وفي نفس الوقت يمتلكون مدن مائية ومرافق ترفيهية مائية كثيرة في العالم، اللي احنا أسسنا دراستنا عليها اللي هي Land of Legends اللي موجودة في أنطاليا. ولما دخلوا معانا ريكسوس كانوا داخلين معانا كمشغلين للمرافق اللي موجودة عندنا، سواء كانت الفندق أو المدينة المائية أو المدينة التجارية، ولكن تطورت الشراكة هذه بأن جبنا شركات سياحية تدعم قطاع السياحي بشكل عام وتضمن لنا سياح يجون للدولة. من ضمنها يمكن شفتوا أنتوا المؤتمر اللي كنا مسوينه بحضور معالي رئيس مجلس الوزراء، اللي هو الاستقطاب 26 شركة سياحية عالمية اللي وقعوا مع هيئة السياحة ومع كتارو هوسبيتاليتي. هذه كانت طلعت يعني من شراكتنا مع ريكسوس. صحيح. فعندنا ريكسوس موجودين بالعلامات التجارية اللي هم يمتلكونها داخل المجموعة، بالإضافة إلى المقاولين. سعادتك، هل تم تسويق وترويج للجزيرة خارج قطر؟ احنا كنا حاطين خطة كبيرة للتسويق لها خارج الدولة، ولكن مع ضربة كورونا أجلنا بعض الزيارات أو المهرجانات، ولكن عن طريق الإنترنت احنا شغالين على المنصات الاجتماعية وعلى منصاتنا وعلى منصات ترويجية لتوعية المجتمع والعالم عن مشروع طيفان ووجوده، وإن شاء الله لما تخف الضوابط اللي موجودة على كورونا ممكن أن نطلع للخارج.
الحين موجودين في منطقة الفندق. احنا طبعا جينا فوق مبنى عينة الغرف، احنا راح نسوي عينات لجميع غرف الفندق. والفكرة انها بعد ما نخلص العينات، بدل ما نهدم المشروع او نهدم الغرف هذه او نبدلها، قررنا نحطها على منطقة بركة السباحة، فممكن تأجيرها واستخدامها كسويتات في المستقبل يعني. في المنطقة هذه يبين عندنا ثلاث أجزاء من الجزيرة الرئيسية. المنطقة هذه الحين الجنوبية هي الفلل المرحلة الثانية، راح يتم بيعها إن شاء الله شهر 12 8/12 هذا. وخلفنا هنا عندك مشروع الفندق، وورا مشروع الفندق مشروع المدينة المائية. الفندق سعد الشيخ كم غرفة فيه؟ الفندق 350 غرفة كمرحلة أولى. كنا حاطين مرحلة ثانية بس من الجهة الثانية من المدينة المائية، إلى الحين لم يتم تحديد الغرف اللي في المشروع الثاني. ذكرت لي أنه هناك فندق آخر لربما في المستقبل يتم ترسيته، أيضا أرضه جاهزة ولكن تحتاجون إلى وقت أكثر لربما في ترسيته. صحيح، مثل ما قلت لك أنا هذا الفندق 350 غرفة، ومن خلف المدينة المائية من جهة الشمال عندنا أرض ثانية مخصصة للفندق، إلى الحين في طور الدراسة إذا احنا نبنيها ولا نبيعها للمطورين أو المستثمرين. بالعودة إلى المدينة المائية المنتظرة، كما تعلم المنشآت مثل هذا النوع في قطر يعني لا يوجد لدينا الكثير، مثل هذه المرافق الترفيهية، وتعولون كثيرا على المدينة المائية، وموعد الانتهاء منها موعد انتهاء إن شاء الله مع نفس موعد انتهاء من الباقي أجزاء المشروع المرحلة الأولى اللي هو في نهاية 2021 إن شاء الله. والشركة التي استلمت المشروع؟ هو شركة الإدارة اللي استلمت المشاريع كلها عندنا ركسوس. شركة ركسوس هي مملوكة جزء منها 50% منها لشركة أكور العالمية، وفي نفس الوقت هم عندهم خبرة في إدارة الفنادق وإدارة المرافق المائية. هذا البرج الذي هو خلفك الآن سعد الشيخ هو أطول برج في مدينة مائية موجود، صحيح؟ بإذن الله راح يكون أطول برج، ولكن إحنا ما بدينا المشروع بأنه هو أكبر برج وأطول برج وأحسن برج. إحنا شفنا احتياجات المشروع نفسه والأفكار التصميمية اللي كانت موجودة، وبما أن البرج هذا يمثل بير بترول أو رق من رقوق البترول في نص البحر، وعلى أساس كذا هو في جزيرة مفصولة، ارتفاع الرق ساعد أو ساهم على أنه يكون هو أطول برج في العالم. عمان يفصلنا عن واحد من أهم الأحداث المرتقبة بالنسبة لدولة قطر، كأس العالم 2022. إلى أي مدى سيخدم هذا المشروع هذه البطولة؟ إن شاء الله هدفنا أن نخدم الدولة أو نخدم البطولة بتوفير مرافق سياحية ووجهات مختلفة للجمهور اللي راح يجي يكون موجود في الدوحة، بالإضافة إلى توفير السكن ل بعض من الزوار. سعد الشيخ ناصر بن عبد الرحمن الثاني العضو المنتدب لشركة اقطيفان للمشاريع، أشكرك جزيل الشكر على هذه المقابلة. العفو، شكراً، ما قصرت. لن تكون المشاريع العقارية مستقبلاً في قطر وفق المتعارف عليه. طرح جديد ومفهوم مبتكر تقدمه الدولة عبر مشاريعها الحكومية، هذا المشروع واحداً منها، جزيرة قطيفان الشمالية الذي تنفذه شركة قطيفان للمشاريع المملوكة من قبل كتارة للضيافة، مشروع ترفيهي وسياحي يعتبر الأكبر في المنطقة، منطقة الشرق الأوسط، ويقدم منتجات جديدة ويشكل دعامة أساسية للسياحة في قطر. طيب الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.